متابعينا الاعزاء في كل مكان التواصل مستمر ايها الحضر الكريم ايها المشاهدون الكرام في كل مكان، نحييكم بختام التميز الشوط الرابع للتميز، ايضا كاس وبيرق ووشاح ومدح زعفران. المركز الاول ماي هاب، فزاع بن محمد بن دينا ينطلق مع ماي هاب، والمركز الثاني شاهين حمد بن محمد اللي ينطلق مع شاهين ودفاعة شاهين. المركز الثاني وصول من مبلش وسالم بن محمد السندوره ينطلق مع مبلش وبلاغته وتحدياته واندفاعه، والكل يندفع مشاهدين الكرام ومتابعينا الاعزاء حيث الانطلاقه الواضحه على الشاشه. مشاهدينا الكرام شوط التميز ينطلق ثم ينتقل لاشواطنا اشواط الصعود. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء حيث الانطلاقات الواضحه والاندفاعات الواضحه على الشاشه. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اشواط تنطلق واشواط تندفع من اجل الفوز ومن اجل التحدي ومن اجل الناموس. في المركز الثاني وصل شاهين حمد بن محمد الزعبي ينطلق مع شاهين، والمركز الثالث وصول من مبلش وسالم بن محمد السندواره ينطلق مع مبلش ودفاع مبلش. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في كل مكان اشواطنا ايضا ختامي الشوط الرابع للتميز، ثم ننتقل لاشواطنا اشواط الصعود ايضا اشواط مشاهدينا الكرام كلها كاسات. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء حيث الانطلاقه الواضحه. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء اعود مباشره الى المقدمه ماي هاب، فزاع بن محمد بن ديلا ينطلق ويندفع، ولكن المركز الثاني شاهين حمد بن محمد ليطلق ويندفع باداء ايضا مميز وانطلاقته من هو سعيد الحظ ايضا الكاس والبيرق، البيرق الاخير وختامها مسك البيرق. البيرق مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء والكاس ومادة الزعفران، الله حمد ما يخلي الكاس، ما يخلي الكاس حمد، ولكن الله يا سلام يا سلام. شاهين حمد بن محمد ما يهاب ايضا فزاع بن محمد بن ديلا ينطلق ويندفع، الامتار المجنونه الامتار الحاسمه شاهين حمد بن محمد. البيرق روح الى عزبة حمد بن محمد، والكاس روح الى عزبة حمد بن محمد. سلام تهانينا والناموس لمالكي شاهين حمد بن محمد. ايضا ماي هاب فزاع بن محمد بن ديلا، المركز الثالث وصول مبلش سالم بن حمد.